بسم الله والحمد لله. ربنا اجعلنا سفنا نجاة يا كريم يا رب الأرض والسماوات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كل شيء عطلك باتباعك النبي عليه الصلاة والسلام العطلة تختفي من حياتك. عندك نخوة وعندك قوة، قوة خطابة وقوة سلوك ولمسة. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يصير كفر وأغلال وأشر الأغلال، والأغلال التي كانت عليهم قدر ما تجزم تتحرر إلا بالرجوع إلى الله مسلما مؤمنا محسنا. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به أي برسولنا الكريم عليه الصلاة والتسليم، وعزروا ونصروا يقدروا ونصروه ومشاوا جاهدوا وكانوا حماية للرسول عليه السلام لكي يأتيه أهل الإجرام، والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا. شوف ما بعد إن شاء الله.